سادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير، اللي في مستهلها باش نقول كلمتين واضحين. احنا في المرحلة هذه رفعنا شعار محاربة الفساد، ومحاربة الفساد يا تجي الكل يا ما تجيش بالكل، على خاطر صحيح مقاومة بعض العناصر وزج بهم في السجن وكل مهمة، واللي عمل يتحمل مسؤوليته في إطار القانون هذا متوافق معكم، لكن اللي أهم هذا الكل المنظومة ككل، وخاصة منهم باش نرجع للمنظومة التشريعية، الترسانة القوانين اللي أول حاجة تمنع الموظف العمومي باش يقوم بواجبه، وترسانة القوانين اللي هي بيدها آلية من آليات الفساد. يكفي باش نحكي لكم ونذكركم بك البروغرام دو ميزانيفو، برنامج التأهيل الشامل اللي صار في 96، وشوفوا قديش اكل لي بريم نتاع الانفستيسمون تعطاو، ما صارت حتى متابعه منهم، والقانون مازال ساري. نجموا نجبدوا يمكن 50 60 قوانين من نوع هذوما اللي يشجعوا كان على الفساد. ثم مشيرة اخرى، قوانين اخرى الموظف العمومي يمنعوا باش يقوم بدوره كما يلزم، إذا كان يسكت يكون شارك في الفساد، وإذا كان تعدى على الدولة وتعدى على القانون بيلقى نفسه تجاوز القانون ويتحاكم لأنه ما طبقش القانون. إشارة الانطلاقة لا بديناها ديريكتومون بالواحد. سي بلال مرحبا بك. تحية طيبة ليك سي عبد اللطيف ولكل مشاهدي قناة تونسنا وبرنامج الخبير، وشكرا على هذه الدعوة المتجددة. ما عادش دعوة على تو، أنت مرسم معنا على طول. أنا وليد. مرحبا بك. سي سمير بشوال مرحبا. مرحبا سي عبد اللطيف، أهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة تونسنا وبرنامج الخبير بطبيعة الحال كما كل أسبوع. احنا عملنا صيد ثمين الجماعة هذه. إي. ها؟ وجبناه معنا هنايا. ها؟ خليني نرحب بزميلتي العزيزة نجلة العوني، مرحبا بك. مرحبا بك سي عبد اللطيف، ومرحبا بكل مشاهدي قناة تونسنا، ومرحبا بي مجددا معك. مرحبا بك. في الخبير إن شاء الله. نور الهدى مامي مرحبا بك. مع السلامة. ومرحبا بشبابنا من ليساك، ومرحبا بفهم لوجيا. مرحبا يعيشك، ميرسي. مدام أماني دخزوري مرحبا. يعيشك مرحبا بك. عودة ميمونة ما بيناتنا. ميرسي يعيشك تفضل. ما عادش تغيب علينا. إن شاء الله. إن شاء الله. ولو هو سي أنيس الجمعة اللي فات وجه لك تحية وقام بالواجب وبارك الله فيه. يعيشك. اليوم باش نحكيو على حقوق التسجيل. معاليم التسجيل. معاليم التسجيل. سي لطفي الرياحي مرحبا بك. تحية ليك وتحية مشاهديك وقناة تونسنا، وإن شاء الله نهاركم زين وتونس. وتحية زادة لكل الناشطين معاك في المنظمة نتاعكم. إن شاء الله بالتوفيق سي لطفي. باش ننطلقوا سي بلال. ننطلقوا بفقرة التصريحات سي عبد اللطيف اللي عندنا فيها مجموعة من الأخبار الهامة، نبداو فيها إن شاء الله. أي كرة عندكم مالا نمشيو سدى الصحف. تفضل سي بلال. شكرا سي عبد اللطيف. تحيه طيبه لكل مشاهدينا واهلا بكم في هذه الفقره الجديده اللي ناخذ فيها اهم الاخبار لهذا الاسبوع. البدايه باش تكون مع جريده الشروق في مقال بعنوان 9 مليارات دينار مداخيل القطاع المالي للسنه الفارطه. المقال يبين انه مداخيل القطاع المالي بلغت تقريبا 8.7 مليار دينار، يعني سجلنا زيادة قدرها 9.7% بالمقارنة مع السنة الفارطة. إذا انتعاشة ملحوظة يعيشها القطاع المالي بمختلف مكوناته. السؤال كيفاش نجم نستفيد من الانتعاشة هذه على المستوى الاقتصادي؟ شكرا سي بلال. هو يعني في إطار المقارنة بالاقتصاد الفعلي معناها الانتاجي المعملي الصناعي إلى آخره، لاحظوا اللي الصحة نتاع المؤسسات المالية بصفة عامة والقطاع البنكي تسمى معناها صحة في صحة جيدة،
والنتائج هذه تعكس معناها نسبه ربحيه ممتازه للقطاع المالي. كيف نقارنوا؟ نعاود نقول بالاقتصاد الفعلي الانتاجي، وهذا معناها على خلفيه وضع اقتصادي صعيب. وبالتالي كيف نشوفوا احنا نتائج لي بي ام في تونس، المؤسسات الصغرى المتوسطه والصعوبات اللي تعاني فيها المؤسسات هذه، ونشوفوا من ناحيه اخرى النتائج الهائله نتاع القطاع المالي، نعاود ناكد مره اخرى نقولوا احنا في مقاربه بصراحه معناها غريبه نوعا ما. هذا معناها وكاني بالقطاع المالي كل مره احنا نقولوا فيه والبعض يعيبوا علينا ويقولوا مش صحيح وكذا، ما لاحظناش بصراحه اون امبليكاسيون ديريكت باللي ريزولتا اللي قاعدين يصيروا في تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه في السنوات الاخيره وتمويل الاقتصاد، خاصه الدور الرئيسي نتاع المؤسسات الماليه هي في اقتصاد يعاني صعوبات، هي انها تحرك الاقتصاد، تدور العجله نتاع الاقتصاد من خلال تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه. للاسف الى اليوم عندنا اشكاليات في التمويل، ويقعدوا اليوم على مستوى الاستثمار وعلى مستوى الانطلاق في انجاز المشاريع المصرح بها فعليا من طرف المستثمرين، اكبر عائق لهم يبقى التمويل. انا شو نقول؟ بالصحه والراحه الربح، ولكن الى متى الصحوه الحقيقيه؟ ونتلفتوا معناها لتمويل الاقتصاد الوطني. نعم، شكرا لك سي سميرة. ثاني الأخبار المحلية لهذا الأسبوع تأتينا من تونيسكوب بعنوان البرلمان يصادق على مشروع قانون منح البنك المركزي تسهيلات لخزينة الدولة. القانون هذا سي سمير منذ بروز أثار جدل كبير، خاصة هناك تخوف كبير من ارتفاع التضخم، أيضا هناك تشكيك كبير أنه البنك المركزي اليوم فقد الاستقلالية نتاعه. شكرا سي بيدر. هو فعلا اثار جدل وفما زوز مقاربات. انا شخصيا نقول وي مي، معناها نعم ولكن اش معناها؟ الاجراء هذايا كمتنفس وحيد، وزيره الماليه كانت قالتها تقريبا ضمنيا بكل وضوح انه اليوم ما عنديش خيارات اخرى، ما عندناش خيارات اخرى اذا شح التمويل الخارجي، اذا شح ايجاد تمويلات سواء على مستوى الثنائي خارجي او المتعدد اطراف. ولكن اليوم نعرفوا احنا اللي البنك المركزي التونسي عنده اليوم مدخرات في حدود 118 يوم توريد. اذا كان انت باش تغطي 7000 مليار هذوما في شهر فيفري باش نحيلوا تقريبا 14 يوم توريد. نعرفوا احنا الانعكاس المباشر المستوى المدخرات من العمله الصعبه على العمله التونسيه وتداولها مقابل العملات الاخرى. قد ما عندك دوفيز معناها اكثر، بطبيعه الحال تحافظ نوعا ما على استقرار الدينار ازاي العملات الرئيسيه اليورو والدولار. اليوم كونتي فا بومبي انت باش تجبد 14 يوم توريد من 118، دونك بشكل غير مباشر، اما مباشر ولا غير مباشر باش تاثر على الدينار. اثنين، باش تاثر ايضا على مستوى التضخم، يكون عنده امباكت على مستوى التضخم. وثالث تخوف، ثالث تخوف هو انه اليوم بطبيعه الحال هو وقت اللي تعمل هكايا كانك خليت المجال للبنوك التجاريه باش تمول. انا خذيت بنك مركزي للبنوك التجاريه تمول القطاع الخاص، حاجه اللي مش قاعدين نشوفوا فيها، فان شاء الله ما يكونش على حساب القطاع الخاص. هو اجراء ايجابي يرقى لنا حل، لما حاله يرقى حل للبلاد للدوله باش ترقى حل على المدى العاجل، عندها التزامات في شهر فيفري نتاع دين وخدمه دين وانتيري، ولكن إذا نردوا بالنا وما يوليش الحل الأسهل. علاش؟ خاطر زاده عندك برشا معناها عندك غدوة، عندك تضخم، عندك استثمار، وين دور الحكومة؟ لا اليوم يلزم أيضا خويا كل واحد يتحمل مسؤوليته. وين اللي قاعدين نعملوا احنا كحكومة كوزراء في جلب الاستثمار المباشر، خاصة الاستثمار المباشر اليوم تراجع، والاستثمار المباشر باش يحرك لك عجلة الاقتصاد إلى آخره. كانت تسمح سي بلال باش نذكر بزوز مداخلات. سي عفيف شلبي كان هوني بحدانا منذ سنتين وحكى على البلانش ابيي، وقتها قال راه ما فيها باس في حدود معينه باش نتولاو طباعه النقود. سي علي الكعلي اللي وقتها وزير الماليه صرح قال راه استقلاليه البنك المركزي تكون ما تكونش استقلاليه على الدوله التونسيه، لا استقلاليه على الحكومه، لكن تخدم المصلحه الوطنيه. لكن وين تفهموا زوز؟ وين تقابلوا زوز؟ يقول لك راهي الهامش التحرك في حدود معقوله. هذا هو وين الحدود المعقوله اللي تقف؟ هذا لازم نتفقوا فيه. شكرا لك سي عبد اللطيف. نقعدوا في مستوى الاخبار هذا. اذا ما نجموش نلجؤوا للبنك المركزي او صندوق النقد الدولي، كيف يمكن ان نمول خزينه الدوله؟ علما انه وزيره الماليه قالت لابد من اللجوء للبنك المركزي، في حين مثلا سيد محسن حسن وزير التجارة السابق قال أنه في إمكاننا إنعاش القطاعات الاقتصادية، نحكيه على التصدير
فوسفات وصناعات ميكانيكية وكهربائية، نحكيه على النسيج والقطاع السياحي والاستثمارات. انعاش التصدير هو الهدف الرئيسي المعلن على الأقل من كل الحكومات اللي حكمت تونس معناها من 2011 تقريبا، ولكن على مستوى الإجرائي، على مستوى الدفع التصدير، على مستوى تشجيع المؤسسات التونسية على التصدير، ما فماش معناها ما فماش إجراءات نوعية جديدة اللي خلتنا نعملوا قفزة نوعية. اليوم نحب ولا نكره التصدير قاعد فك الثلاثي نتاعنا، قطاع النسيج يبذل في مجهودات كبيره الحق، يعني عندنا تصدير المنتجات الفلاحيه اساسا زيت الزيتون والتمور، وعندنا بخلاف قطاع النسيج قطاع مكونات السيارات اليوم عنده اداء ايجابي، لكن ثلاثه قطاع هذيا في حاجه الى تشجيع نوعي اليوم لاقتحام اسواق جديده بور سيبلي معناها دي مارشي واضحين وفيهم تشجيع اكثر، في عوض نخمو باش نمشيو نفتحوا سوق جديده ما نعرفوهاش، هات نمكنوا رواحنا في سوق تقليديه على الاقل، ولكن من خلال تنويع اللوفر نتاع التصدير نتاعنا. واضح، شكرا لك سي سمير. نمر الى ثالث الاخبار المحليه لهذا الاسبوع والتي تاتينا من جريده الشروق بعنوان 14 مليار دينار من المبادلات مع افريقيا، تونس تعزز موقعها في منطقه التبادل الحر. هذا التطور مهم ولكنه لا يرتقي لمستوى التطلعات، كيفاش النجم اليوم نستفيد أكثر من السوق الإفريقية بما هي سوق واعدة؟ شوف أنا بصراحة عندي مؤاخذة على العنوان وعلى المقال، علاش؟ خاطر تونس تعزز موقعها في الأفريق اللي راه يقول عملنا مجهود كبير نحو القارة الإفريقية، 14 مليار اللي واردين توا واللي ذكرهم لي أناس، هذوما 14 مليار مبادلات راهو فيهم المارشي ليميتروف. احنا من وقتاش نحكي الجزائر وليبيا والمصر نحكيوا على افريقيا، هذا السوق العربي المشتركه والبيلاترال. اذا كان نحي يعني المبادلات التجاريه اللي صارت في 2023 مع الثلاثه بلدان هذوما اللي جيران نتاعنا اللي هما في حدود تقريبا 12 مليار 12.315، نلقاو الفارق الحقيقي على السوق الافريقي مش 14 اللي جابها العنوان، هي فقط زوز 2 مليار، وكي نقارنوا 2 مليار اللي صارت هذيا مع مناول السنه 2 مليار و65 مليون دينار، وعم ناول 2 مليار و37 مليون دينار، اي بفارق 1%. اليوم نحكيو على تعزيز موقع ب 1%، يعني معناها مغالطه لطيفه لمحاله باش ما نقولش اكثر من هكا. شكرا لك سي سمير بشوال على تحليلاتك. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من مجموع الأخبار المحلية ونمر إلى الأخبار الاقتصادية العالمية مع الزميلة نجلاء. عسلامة، مرحبا بكم. الأخبار الأولاني يجينا من الشرق، بولنبرغ بعنوان العجز الكلي للموازنة بمصر يبلغ 5.8%، حيث أعلن وزير المالية المصري أن العجز الكلي للموازنة بلغ 5.8% من الناتج المحلي خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الجارية، وذلك بمقارنة بالرقم اللي تم تسجيله خلال السنة المالية المنقضية والذي بلغ 4.37%. وكان قد أعلن زيادة في مناسبة أخرى أنه نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 96% في العام الماضي، وأنه هذه النسبة قابلة للتراجع في حدود 83% خلال السنة الحالية المالية الحالية 2023-2024 بسبب تأثير التضخم على مجمل الناتج المحلي. في هذا الإطار كيفاش نجم تقرأ سي سمير هالتراجع هذايا ولا العجز في الموازنة في جمهورية مصر العربية، وهل هذا معناتها ترى عنده علاقة بتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؟ شكرا. هو في الواقع باش نحطوا الأمور في إطارها، مصر بالنسبة لمصر حسب كل خبراء المنظمات الدولية الاقتصادية مصر تشكو عجز معناها تجاري هيكلي ما عندوش معناها علاقة مباشرة بالاستثمارات الكبيرة الميجا بروجي اللي تعملوا في مصر أعلنوا عليهم مؤخرا المدينة الجديدة وغيره. العجز نتاع الميزان التجاري المصري هو عجز هيكلي، كي نشوفوا من الأرقام في 2023 مقارنة ب 2020 نلقاو أكثر من هكا 7.8% من الناتج الداخلي أو الناتج الوطني الخام،
وهذا يرجع العزل هيك اللي في مصر حسب بطبيعة الحال نعاود خبراء نحن نتحامل على مصر بطبيعة الحال المنظمات الدولية ضعف الجهاز التصديري في مصر لأن يعني اليوم مصر أكثرية المؤسسات نتاعها الداخل المحلية تخدم على السوق الداخلي فعلى سوق داخلي كبير في أكثر من 100 مليون معناها مستهلك فالجهاز التصديري المصري ضعيف. اثنين الصناعة المعملية في مصر بصفة عامة ولا الإنتاج المعمري في مصر مرتبط بنسبة 40% تقريبا على مستوى المدخلات والمواد الأساسية توريدا يعني 40% توريدا كي نقولوا مدخلات أساسية ومواد أولية معناها تأثير الأسعار العالمية مباشرة على السوق المصري وعلى الجهاز التصديري المصري لأنك يعني تشري بالغالي ما عادش عندك قدرة تنافسية. ثم أنه حاجة أخرى مصر للأسف في السنوات الأخيرة ما استفادتش من الجهاز التصديري ضعيف ما استفادتش من ضعف العملة المحلية متاعها مقابل عملات التصدير معناها اللي هي الدولار واللورو. العملة المصرية الجنيه المصري سجل نسبة انزلاق كبيرة ياسر في سنتين أخرين ولكن في المقابل الجهاز التصديري ما انتفعش على مستوى التصدير بالتراجع هذايا وبالتالي ما كانش من استيعاب الامتياز هذايا يعني تصديرا. هذا يخلي بطبيعة الحال وزي ارتفاع الأسعار المواد الأولية والمدخلات رغم اللي مصر ما ننساوش أول مستورد في العالم القمح مثلا هو مصر هي الدولة الأولى في العالم تستورد في القمح وبالتالي هذه بصفة عامة العجز هذا التجاري الهيكلي رغم اللي راهو مصر دخلت مع صندوق النقد الدولي موينون دي تمويلات في مشروع إصلاحي لكن اليوم التقييم ميتيجي معناها التقييم حتى متاع الفمي بيدا فما نقاط تعتبروا مصر تقدمت فيها وفما نقاط للأسف اليوم تقول مصر مازالت ما تقدمت فيها. شكرا ليك سي سمير. الأخبار الثانية زادة من نفس المصدر من الشرق الاقتصادي لكن المرة دي باش نمشيو لروسيا. جينا الأخبار بعنوان بنوك روسية ربما استبدلت الذهب بالدولار للالتفاف حول العقوبات. جي الأخبار يقول أنه ربما وجدت بعض البنوك الروسية مخرجا للإفلات من الحظر المفروض عليها لشحن الدولار واليورو وذلك من خلال تداول الذهب في بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا. ويذكر أنه العقوبة هذه جت على إثر الحرب اللي شنتها روسيا على أوكرانيا وحيث فرضت عليها عقوبات تصدير الأوراق النقدية مما تسبب في نقص كبير في تداول الدولار واليورو في البنوك الروسية. ونذكر انه معناتها روسيا هي من ثاني اكبر منتج للذهب في العالم وانه معناتها العقوبه هذه اللي تسلطت عليها اثرت بشكل كبير على العمله صعبه في البنوك الروسيه. هل معناتها كيفاش تكون قراءتك للموضوع هذا وهل يمكن لروسيا انها تنجح في الافلات من العقوبه اتجاه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ولا فما تصور آخر؟ شكرا. خلينا نتفقوا ساعة والأكيد تشاطوني رأي سي عبتيف. روسيا اليوم يعني في حالة حرب مع الغرب دونك مدامي في حالة حرب معناهاش علاقة سلبية احنا في حالة حرب والحرب تشن على جميع المستويات تشن على المستوى السياسي على مستوى البروبوغندا على مستوى إعادة معناها رسم الخريطة الجيواقتصادية. وروسيا معناها الالتفاف هذا بداته في مش حتى في الذهب بداته قبل في البريكس احنا نعرفوا لتوسيع البريكس نحو السعودية اليوم ومصر معناها عمل تخوفات كبيرة في الغرب واليوم فما تخوفات فعلية في أوروبا وفي الولايات المتحدة من نمو البريكس والتأثير الروسي الجديد في عالم تحبه روسيا فرضا في قطبين وتحبه ويحبه الغرب والولايات المتحدة في إطار قطب واحد ولكن العملية هذه اللي هي تعتبرها روسيا عملية مشروعة لأني أنا في حالة حرب فأنا وقت اللي أنت تخنقني والعقوبات الغربية هذه فعملية الالتفاف كانت معناها حسب حتى التقارير الغرب يعتبرها عملية غير مشروعة ولكن غير مشروعة كيفاش أخلاقيا ولا قانونيا كان اعتمد القانون الوطني القوانين الوطنية بركة لتجرم التهريب كان صارت في إطار قانون وطني يقولوا عملية غير مشروعة ولكن في إطار القانون الدولي ما فهمش تجريم العملية تقوم بها روسيا التجريم فقط أخلاقي سياسي ناتج عن عقوبات سياسية فرضها الغرب على روسيا لا أكثر ولا أقل على خلفية الصراع. أعطيك الصحة سي سمير. شكرا سي بلال. شكرا زميلتي نجلة العوني. نجلة زادة ما جيتناش يدك فارغة يظهر لي جيتنا تحقيق صغير إن شاء الله تكون
التجربة هذه متجدة في كل حلقة. ومشيت الجمعة هذه الجمعة هذه مشيت لوزارة التجهيز والإسكان، جبت برشا معلومات على مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة اللي ما اللي فيه معاناة كبيرة. ما يخفيش عليكم أي أنه فيه معاناة كبيرة، والوافدين من داخل الولايات الجمهورية ولا اللي داخلين من العاصمة يعيشوا اختناق كما نجم نقولوا في حركة المرور. ينجم واحد كما قلنا من الزهرة يخرج يوصل للعاصمة ينجم يعدي ساعتين في بسهولة في الطريق. الجملة من الأسئلة هذه مشينا بها لوزارة التجهيز، وين قابلنا سي خالد لطرش مدير المشاريع الكبرى ومشكور جدا، وفينا وأفادنا برشا معلومات ما كناش عنا عليها. هاتي شاهدوا مع بعضنا التحقيق هذا ونرجع للاستوديو. مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وما يعيشوه كرواد الطريق هذا من إشكالية تعطيل حركة السير المقلقة اللي تاخو برشا وقت يوميا، بالرغم من أنه الأمر عادي فالطريق هذا يتعدى منه كل المتوجهين لكامل ولايات الجمهورية باستثناء ولايات الشمال الغربي. هو مشروع نموذجي يتقسم لخمسة أجزاء بكلفة 305 مليون دينار، يهم جسر سانغوبان، لاكانيا، سوق السيارات، المروجات، سوق الجملة وغيرها من الممرات اللي تستنى في استكمال أشغال التوسعة من زوز ممرات الأربعة واللي بدأت من سنة 2021. وكان من المقرر أنه الأشغال هذه باش تدوم ثلاثة سنوات فقط، لكن اللي نشوفوه اليوم انه الاشغال متواصله فحركه المرور معطله، فاللي خارج من الزهره ينجم يعدي اكثر من ساعتين باش يوصل للعاصمه. علاش ما كملتش الاشغال اليوم وعلاش توقف بين الفتره والفتره؟ توجهنا لوزاره التجهيز وين قابلنا سي خالد لطرش مهندس عام بالاداره العامه للجسور والطرقات ومدير الاشغال الكبرى، وطرحنا عليه حيره المواطن واسئلته ومدنا بجمله من التوضيحات نتمنى انها تكون شافيه ووافيه. تعرفوا المشروع هذا اللي هو يتواجد في منطقه عمرانية، وبطبيعة الحال فما شبكات معناتها لمختلف المستلزمين العموميين. هو من أهم من الأسباب، إذا كان ما نقولوش من أهمها، اللي بطبيعة الحال تساهم في عدم بين ظفرين، عدم احترام معناتها الأجال المتفق عليها. ولهذا الشبكة هذه بطبيعة الحال هو مشروع في وسط مشروع ولا مشاريع في وسط مشاريع. العراقيل الأخرى اللي ممكن نجم نعتبروه هو في جل المشاريع خاصة في المناطق العمرانية اللي هو يهم الإشكاليات العقارية. احنا في بداية المشروع معناها كان عندنا تقريب في حدود 70-30% من مساحة المشروع توجد بها إشكاليات عقارية فيها قسط بطبيعة الحال اللي هو يعني رجع بالملكية للدولة، وفما قسط جزء آخر رجع بالملكية للخواص. احنا بطبيعة الحال وهذا كان المشروع معنا في الدراسة الأولانية يمس معنا عديد الخصن عديد محطات التزود بالوقود. واجهنا العراقيل هذه وما حبينا بطبيعة الحال نلوجوا معنا صيغة وقت اللي نجموا نعملوا معنا الكشوفات اللي هو في الدراسات الأولية مش ممكن، بينما تبدأ عندنا مقاولات مكلفة بطبيعة الحال، وهذه إجابة على تحويل الشبكات. فما معطيات ما يتم التفطن لها ومعرفتها بدقة كان عندما يتم تحديد المقاولات. من أهم المشاكل اللي تواجهها معنا المشاريع باللونفرغول هذه هي المشاكل العقارية. ولهذا دونك احنا في كانت عندنا 30% من مساحة مشاكل عقارية رجعناها تقريبا 10%. انتهاء الأشغال بطبيعة الحال باش يكون قلنا القس عدد واحد خطر انطلق مؤخرا في 14 جوان 2023، النهاية متاعه التعاقدية باش يكون موفى سنة 2025. في نفس الإطار بالنسبة للقس عدد أربعة باش يكون في أوت، وهذا باش يكون بحول الله القس الأولاني اللي باش يتم معنى استغلاله، اللي هو باش نحدد معنى للسادة المستمعين والمشاهدين اللي هو باش يكون معنى القصة ذاي اللي هم خاصة بالقصعة، واللي نعرفه توا حركة مرور كثيفة جدا وخاصة المتجهين معنى لسوق الجملة. الأقصى الأخرى بالنسبة ثلاثة والاثنين اللي هو على مستوى لاكانيا، ثلاثة على مستوى الحروق البليغة والمروجات، الرابع اللي هو الخامس اللي هو على مستوى يعني سوق الكرهب، كيف هذوما ان شاء الله سنه 2000 يعني نهايه 2025 باش يكونوا جاهزين.
المصريين. بالنسبة للمقاولات اللي نعرفه معناها بعض المقاولات اللي بتمر معناها ببعض الصعوبات المالية، ولكن احنا نتغلب عليها بطبيعة الحال. هو ما فماش معناها توقف الأشغال، ولو كان في بعض الفترات يلاحظ أو أنه فما بعض التعثرات لعدة أسباب، مش كان الجانب معناتها المادي للمقاولات. المشروع هذا ينفذ معناها 50% 50%، يعني 50 على مستوى من ميزانية الدولة، و 50% اللي هو البنك الأوروبي للاستثمار. بطبيعة الحال البنك الأوروبي للاستثمار عنده عدة شروط، من بينها كونه باش يكونوا أقل أثار إيجابية، أقل أثار بالعكس عفوا أقل أثار معناها سلبية تمس المواطن. لكن احنا مكننا معناها بطبيعة الحال معناها التمديد الأجال راهو لهنا معناها باش نفسروا للسادة المواطنين، راهو المواطن من حقه بليتو الشركة من حقها معناها باش تتمتع بهذيا تعاقدين باش تتمتع بالأجال وبإيقاف الأشغال. إذا كان معناها فما تبريرات كما إيقاف الأشغال بسبب عدم صلوحية أرضية الميدان للعمل بسبب معناها تهات الأمطار، يكون ذاك معناها يحتسب في مرحلة ثانية في الأجال. كذلك إذا كان فما أشغال معناها إضافية يمر معناها يتم إبرامها عبر ملاحق، هي تتولد معناتها بصفة آلية في معظم الحالات معناتها بأجال إضافية. ماذا بينا نشكر بعض المواطنين اللي هم استجابوا، يعرفوا هذه مصلحة عامة كان معناها كمقنونة بالتحوز بطبيعة الحال في انتظار التسوية العقارية. في المدى المنظور باش تكون معناتها تم التسوية متاعها، وإحنا ديما نعاولوا معناها على تفاهم المواطن. شكرا مدام نجلة العوني على المجهود هذا. معلومات مهمة باش نوضحوها على مدخل تونس الجنوبية اللي شخصيا معاناة كبيرة منه. إن شاء الله إن شاء الله في 2025 توضح الأمور. سي بلال شقولك نتعداو ديريكتومون للتصريحات؟ نتعداو سي عبد اللطيف الفقرة التصريحات. تصريحات إذا ما نعرفش نمشي مباشرة مالة التصريحات. مرحبا بكم مرة أخرى في فقرة التصريحات. الجمعة هذه عندنا زوز عناصر مهمين في الفقرة هذه. اليوم نحكيه على حلم مهم ياسر يتمثل في تحقيق نسبة نمو بزوز أرقام. هل الحلم هذا ممكن في دولة كيما تونس في وضعها الحالي أم لا؟ الإجابة تزينا من عند سي زياد كريشان في العنصر التالي. نسبة النمو برقمين غنية قديمة، إمكانية التقدم للضعيف ديما أكبر بياسر من إمكانية التقدم للقوي، خاطر القوي ساعات قوي ويعني وصل إلى حدود غزو الأسواق الخارجية. كلمة غزو لا كونكيت، مش لا غزو، مش حضور، لا غزو بمعنى الدقيق الكلمة، بمعنى تمشي كأنك حرب. غزو الأسواق الخارجية هي العمل المقدس إلى حد الجنون، إلى حد ربما الانتحار. خلف التقدم ممكن، شرط حط له المصروف متاعه الكامل، وهو العمل الغزو القطاع الخاص الدولة المخطط. نمشي نحب نستغل الفرصة باش نحيي زميلي زياد كريشان على المجهود اللي يقوم فيه، لكن لغة الأرقام راهي لغة مخطئة وتبعاتها وإدراك كل واحد منه يتغير. احنا اليوم ما زلنا ما حكيناش مثلا على منظومة المحاسبة، ما زلنا المعايير ما تفهمناش فيهم. به هذا يذكرني بحادثة، انه حاب نقول انه في 14 جانفي 2011 كنا واقفين مع مجموعة من كبار المحاسبين وعباد سادة جامعيين، قلنا نفس الكلمة، لكن للأسف بعد العام لقينا نفسنا قسمناها على 10، معناها الصفر ولا على اليسار ما عادش على اليمين. نتعداو اللي بعده كان ممكن. نمر الى ثاني التصريحات واللي نحكيو فيها على تعليق اتفاقيه التبادل الحر مع الجزائر. علاش تم تعليق الاتفاقيه هذه؟ الاسباب تجينا من عند الدبلوماسي السابق السيد نجيب حشانه في العنصر التالي. نعرفوا كلنا لا كان فما اتفاقيه تبادل حر كامله بين تونس والجزائر، كانت البضاعه تدخل وتخرج في وقت من الاوقات. والله يسامح من كان وراء هذا المشكل الكبير، فاقوا إلا فما يعني بضاعة إلكترونية تدخل بشهادة منشأ تونسية وهي فاقوا بها مصنعة في كوريا. سمير هو السؤال
السوق الجزائري معناها المارشي ليميتروف هو يقعد من اهم الاسواق الثنائيه اللي لتونس في المنطقه. احنا عندنا سوقين بيلاترال حدودي معناها ليبيا والجزائر، وبالتالي انا ما اعتقدش اللي فما انونس نتاع تعليق الاتفاقيه، هو ربما يحكي على امكانيه تعليق الاتفاقيه. لا ما ثم اتفاقيه اوليه مقاس تطبيقها. لا بطبيعه الحال هو كانت عندنا الحق اشكاليات، خلينا نكونوا بكل وضوح، توا الشقاء في الجزائر احنا كنا ديما نشتكي من معامله سيبلي، معناها ديما نعملوا ان اكورد دو ليبر ايشانج ولا اتفاقيه تاع تبادل تجاري مع الجزائر، يجيوا القائمه معينه من المنتجات وتدخل تخرج القائمه السلبيه، فما مبدا المعامله بالمثل، احيانا احنا نسيبوا السوق نتاعنا البضائع الكل، ولكن في لحظه ما نلقاو يعني نوع نتاع منتجات عند الدخول للسوق الجزائري في اشكاليات ولا يتحط عليه عوائق فنيه، هذا راهو تاريخيا الحق التو معناها موجود. انا نقول اللي الافضل بالنسبه للبلدين ان السوق هذايا تولي سوق اقتصاديه 100% وتنحى منها المعطى السياسي، لان اي تعامل سياسي مع المبادلات التجاريه راهو يمثل عائق كبير. نحيو اي معناها تدخل سياسي في المبادلات الاقتصاديه بين البلدين، وتو نشوفوا اللي الرقم الحلمة متاع سيزيات وتتحقق من زير وليبيا، ما نبعدوش لبعيد. شكرا سي سمير، سي بلال يعطيك الصحة، نجلة يعطيك الصحة. نمشي مباشرة مع شبابنا ورحبوا بهم مرة أخرى. مرحبا بك بنتنا نور الهدى الهمامي، مرحبا بتهملوجيا، كل طلبة تونس مرحبا بكم، نعاود نجدد الدعوة، مرحبا بكم مين ما عندكم إنتاج، عندكم ما تضيفوا الحصة. نمشيو لفهمولوجيا، وشنو جبتونا اليوم؟ شنو باش نحكيو؟ اليوم باش نحكيو على تو تشونج، سعر الصرف. شوفوا ترانزيسيون، نمشيو مع بعضنا. عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم فهمولوجيا اخترت باش تحكي لكم على التو تشونج، ولا سعر الصرف بالعربي. باش نفهموا الحكاية بشوية بشوية، خليني نبدا لكم بالمارشي دي شونج، وين يتقابل العرض والطلب نتاع الدوفيز. المارشي هذا ماهوش كيف أي مارشي، على خاطر ما عندوش موقع جغرافي محدد يكون مربوط به. أما المارشي هذا يغطي العالم الكل ويخدم تقريبا 24 ساعة على 24، 7 أيام في الجمعة. نجيو توا لأهم حاجة في أي مارشي، واللي هي البيع والشراء. الأشا والفونت في المارشي هذا يصيروا أترافير أن تو تشونج. وتو سامبلومون التو تشونج في حد ذاته هو قيمة عملة مقابل عملة أخرى، مثلا قيمة الدينار التونسي مقابل لورو، قيمة لورو مقابل الدولار، وهكاكا بالنسبة للعملات نتاع العالم الكل. نكملوا مالا مع التو هذا اللي نلقاوه كل ما ندخلوا البنكة ولا البيغو تشونج، افيشي نلقاو كور اشتور وكور فوندور. الكور اشتور هو الكور اللي تشري به البنكة من عندك وقت انت تحب تبيع دوفيز معينة، اما بالنسبة للكور فوندور هو الكور اللي تبيع لك به البنكة وقت انت تحب تشري الدوفيز اللي حاجتك بها. والفرق ما بين الكور هذوما الزوز هو ربح البنكة. دونك نجيو توا يقول القائل اش بيني كي ندخل البنكة اليوم نلقى كور معين، نخرج ونرجع من غدوة نلقى الكور هذا تبدل. اي نعم، التو تشونج يتبدل كوتيديانمون بما انه فما برشا عوامل تاثر عليه، ونجم نذكروا منها مثلا العرض والطلب اللي عندهم دور كبير برشا في اللي اثروا بصفه كبيره على التو تشونج. مثلا اذا كان فما عمله عليها طلب كبير فقيمتها باش تزيد وتطلع. نشوفوا زادة من العوامل الأخرى التضخم المالي، واللي هو كيف كيف عامل مهم برشا يأثر على قوة العملة، يعني وقت يزيد التضخم في بلاد معينة قيمة العملة باش تنقص. نذكروا زادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بلاد اللي يجذب المستثمرين اللي أثروا على سعر الصرف في بلاد ما. دونك هذا هو بالنسبة للتو تشونج، يعني سعر الصرف والعوامل اللي تنجم تأثر عليه. نمشيو كالعادة نصفقوا ولا كيفاش؟ ناخذوا التصفيقة نتاعها. يعطيكم الصحة وبرافو، وترجع وقت ما تحبوا. مرحبا بكم. استشارات غذائية مع مدام أماني الخزوري. باش نعاودوا نحكيوا قانون مالية 2024. في حاجة معينة. مرحبا بك. دونك اليوم باش نحكيو على ترشيد الامتياز الضريبي الممنوح عند تسجيل الاقتناءات العقاريه المخصصه لبناء مباني فرديه للسكن، معناها اللي يحب يشري تيران باش يبني فيه عنده امتياز جي بي اي. الامتياز هذايا تنشوفوا تاثر شويه بقانون الماليه 2024.
دونك شنو هي معاليم التسجيل؟ دونك هي فعل قانوني، حدث قانوني، تتحول دونك وقت اللي فما تحويل ملكيه من عبد العبد، دونك عند الوفاة، عند الهبة والا عند الشراء، تصير فما هنا فما ضرائب، مراسيم، معاليم نفرضوها على الشاري اللي يحب يسجل العقار نتاعو. دونك معليها المعاليم التسجيل هذية تحدث عند تقسيم الملكية، عند انتقال الملكية، وعند الهبة، وعند الإرث، وقت اللي يكون فما نحب نوثقوا العقود القانونية، خاطر هو الانتقال الملكية هذية يكون بعقود قانونية. دونك العقود هذية معني المعاليم هذية باش تعطينا عائدات للدولة من شراء، وشنو ربح المواطن هو انه يكتسب قيمه ثابته للملكيه، تيتر بلو نتاعو، ما عاد حتى حد ينجم ينازعو على الملكيه نتاعو. دونك وقتاش نستعملوا المعاليم التسجيل ونستحقوا لهم؟ تقسيم الاموال والاملاك، بيع العقارات، انشاء الشركات، فتره حياتها الاجتماعيه، اوغمونتاسيون دو كابيتال، ريدكسيون دو كابيتال، بيع الاسهم ايتترا، تبرعات والهبات، وفي الارث. دونك توا باش نجيو للتذكير بالتشريع اللي كنا قبل 2024، كان الفصل 20 من القانون نتاع مجله معاليم التسجيل جاب حاجه جديده اللي هي نفسروا ونبسطوا للساده المشاهدين، هو انه فما باغيم بروغريسيف، معناها ما يخلصش بتو عادي. جينا نعاونوهم، قلنا لهم نقسموا مثلا كي باش تشري ارض صغيره التو باش يكون ضعيف، قد ما تكبر السوبرفيسي نتاع التيران قد ما التو نتاعك باش يكون اكثر. دونك حتى من 0 ل 120 متر نخلصوا 1% بركة معلومة التسجيل، من 120 ل 300 2%، من 300 ل 600 3%، واكثر من 6% 600 متر فما 5%. بيان سور هذاك مع فما 1% اللي هو للناس الكل حق الاحتفاظ بالملكيه، دونك كونسيرفاسيون فونسيير، وعندك 2% كي يبدا العقار قيمته تفوت ال 500 مليون، ما بين 500 مليون ومليار ندفعوا بالزيب بخلاف هذوما 2%، وكي تفوت قيمه العقار 4 مليار معناها تتولي ندفعوا معاهم 4%، ومع الاضافه كي نبدا شاري عقار ما هوش مسجل قبل ولا عن طريق الهيبة ولا نزيدوا ندفعوا 3% على خاطر العقار هذايا ما عندوش المعلوم الماستر معناها. العقار البريم هذايا هو في حاجة باهية اللي هو معناها يسمح بأنك تخلص معناها مش 5% على المساحة الكل، وإلا ما كما ورينا 1 و2 و5% تدرج بالتدرج. في القانون نتاع في القانون قبل واحد في القانون قبل 24 فما حاجه ما لم يقع توضيحها، هو انه اسكو عندي الحق في مره بركه، اسكو انا وراجلي اشتراك في الملكيه معناها انا نجم ناخذ قد ما نحب، لا فما كل هكي غموض في النص القانوني. دونك نجم تسجل بالامتياز هذا، تتمتع بالامتياز مره اثنين ثلاثه ما فماش مشكل. بدلت الامور بعد القانون الماليه 2024، جينا قلنا راهو قعد البريم هو بيدو وقعد كل شيء هو بيدو، جينا قلنا راهو الانسان هذايا ما عنده الحق باش يعني اي واحد ما عنده الحق باش يتمتع بالافونتاج هذا الا مره بركه. دونك المره هذيه مع التنصيص في وسط العقد على اني باش نستعمله، راهو العقار هذا لازمني نستعمله للبناء، كان فوت انا بعت العقار هذيه مثلا قبل ما نبني نرجع بالطول عادي، نعاودوا يرجعوا لي يعملوا لي معناها يسحبوا مني لافونتاج ونولي نخلص بالطول عادي. وكان زيدا بنيت مي بنيت حوانت ولا بنيت معناها عقار لغايه معناها مش السكن، كيف كيف نفس يسحبوا مني الامتياز ونخلص معناها نخلص لي زانتيغي دو روتار. دونك هوني باش نعطي امثله. المثال الاول هو مثلا انا شريت في
شريت في 23 في سبتمبر 23 شريت عقار شريته ب 80 مليون مثلا. هو شريت 400 متر. كيفاش نعمل؟ نحسب نعمل العمليه نتاع الثمن على المساحه باش نخرج ثمن المتر كاري، ومن بعد نضرب متر كاري في 120 ب 1% بال 120 ل 300 ب 2% هذيك، ونزيد معاهم معناها نعمل هذيك فوالا القانون معني النوت كوميون نتاع 2024. جيت قالت اوكي انا شريت في سبتمبر ونحب نعاود نشري تيران في 24، اسكو نتمتع بالافونتاج والا لا؟ القانون واضح قال لك العقارات اللي تحررت في 24 والا اللي باش تتسجل في 24. دونك انا كي شريت عامني ولا عامني والارض سنين نجم نتمتع بالعقار، نجم نتمتع بالامتياز هذايا البروغريسيف مع مره اخرى، مي مره واحده كها. المره الثانيه مثلا انا شريت تيران في 24 في 24 وفي مارس 24، بيان سور مارس هذاك باش تتعدى بال 5% بالطول عادي. الحاجه واحده اخرى اشتراك في الملكيه، مراه وراجل شريوا تيران من بعد في 2024 وباش يشريوه في من بعد كيف كيف، يمشي على العقد ما يمشيش على باغ بيغسون، معناها يمشي على العقد بتحتوا به مره بركه، راهو من بعد اي واحد باش يشري فيكم تيران راهو يسوغا سومي للطول عادي. فوالا بوغ بلوس دانفورماسيون فما النوت كوميون مازالت كي خرجت المذكره المشتركه نتاع 2024/5 فيها دي زيكزومبل براتيك وكل تجي تفسر للعباد كيفاش يحسبوا الضريبه هذه. فوالا شكرا مدام أمين القصوري، شكرا على المجهود الكبير هذا اللي قاعده تقوم فيه. نمشي مباشرة إذا مع أصدقائنا في كيفاش هي الجمعية سامحني؟ المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، صعيب ياسر الاسم. بالعكس فيها بالعكس أي فيها برشا. على كل حال احنا معنا سي لطفي الرياح. ربي يفضلك. ها؟ مرحبا بك سي لطفي الرياح، هي نقطة استهلاك. سامحوني على حالة الصوت شوية سي لطفي، قبل ما نبدأ نقطة الاستفهام، أنا البارح خرجت في تجوالة شوية في تونس العاصمة، جبت بعض الصور معايا كان نستسمحك تشاهدوهم مع بعضنا، هات نشاهدوهم بالوحدة بالوحدة كان ممكن. أي هذه الأولانية هاك تشوف فيهم، كان نجم نحطوهم على كان نجم نحط ورايا موجودين سي لطفي تفضل. أي هذه علبة كبيرة نتاع زيت زيتونة ب 20 دينار بخمسة لترات. باهي شوف لي بعد. لا مش زيت زيتونة. زيت نباتي. زيت نباتي. باهي اللي بعدها كان ممكن. راك تشوف. باهي هذا الدجاج. الماء. واللي بعده. باهي نقفوا هوني ميسالش. ملاحظة بسيطة سي لطفي، عملناهم في الوقت هذايا أيامات قبل رمضان، تتذكر اللي ديسكالوب يتباع ب 16 و 18 ألف مش موجود، الدجاج ب 15 و 16 ألف، وأنه ستيكة هذيك بتاع الماء كانت ب 6000. يعطيك ألف صحة، ونشكرك برشا على الصور هذه، هنا باش نعرفوا اللي قيمة تدخل الوزارة في هيكلة الأسعار، وهذا مفصلي. علاش؟ على خاطر الدولة تدخل في هيكلة الأسعار، نحن شفنا وقت اللي جمدوا أسعار الأعلاف كيفاش وقع انخفاض في الدجاج وفي البيض، كما توا زاد وزارة التجارة هيكلة أسعار البيض وأسعار الدجاج وقعدت محافظة على الاستقرار بتاعها، وهنا نحب نعرج على انخفاض نسبة التضخم من 8.1 في شهر ديسمبر إلى 7.8 في شهر جانفي، وهذا نتيجة القرارات الأخيرة نتاع وزارة التجارة اللي جمدت الأسعار نتاع المواد الغذائية والقائمات الطويلة في تجميد، ونحن نطالبوا بقائمات أخرى، جمدت الأسعار مع تجميد الأسعار. هنا هما فيهم القرار في ثلاثة مفاصل، أول حاجة جمدت الأسعار قبل ما يدخل القانون المالية، وتو بعد نقول لك علاش ذكرت عاولت ذكرت الشيء هذا، جمدت الأسعار قبل ما يدخل
القانون الماليه حيز التنفيذ، وهنا باش ما نشوفوش الزيادات. الثاني كونها حددت اعلى سقف للخدمات التعاون التجاري من 5% بالنسبه للمواد المهيكله و10% بالنسبه للمواد الحره. وهنا نحب نقولوا وناكدوا كون عديد الصناعيين راهم يتشكاوا من المساحات التجاريه الكبرى اللي تحب تفرض الريستور وتفرض اسمها التعاون التجاري عليهم. علاش؟ على خاطر يقولوا اللي القرار وزارة التجارة مجرد مذكرة. لا، راهو قرار وزارة التجارة مفصلي قاعد يطبق بجدية المطلوبة، ومرجع قانوني يحب ولا نكهو يعطيك كلف صح، مرجع قانوني، مرجع قانوني قوة. وهنا باش نشكيه والمجلس المنافس وزارة التجارة في كل أي سعر يطلع السوم نتاعو. هذا قوس نسكروه. القوس الأخير كون وزارة التجارة قوس الفصل اللي بعده، وزارة التجارة باش تدخل في هيكلة الأسعار عند الإنتاج، وهذا مفصلي باش نعرفوا التضخم في الأسعار. وهنا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا بعض المواد كما الطن وغيره اللي قفز قفزة كبيرة، راهو هنا على وزارة التجارة مراجعة الأسعار هذه. زاد كيف كيف نحب نعرج بعد إذنك سي عبد اللطيف على مشكلة اللحوم الحمراء. وهنا راهي اللحوم الحمراء خذيت منحة تصاعدي وصل ل 40 ل 45 دينار. لا سي لطفي، مش في الأماكن الكل. قديش؟ كيف تمشي المؤسسة عمومية؟ هذاك باش نقولوه نحن. علاش؟ علاش هنا راه وصل 40 45 دينار؟ كي تمشي لشركة اللحوم نلقاوها أقل بستة وبسبعة آلاف. وهنا نشكر مبادرة شركة اللحوم كونها نحن طلبنا عديد المرات بفتح عديد النقاط نتاع فرانشيز نتاع شركة اللحوم. علاش؟ على خاطر باش نلقاو هيك ما نلقاو تنجم تقول توازن في الاسعار. مش معقول ونحن نطالب وزاره التجاره بتوريد اللحوم شهر رمضان باش يقع على الاقل توازن ما بين الاسعار الموجوده اللي فيها شطط كبير وما بين الاسعار اللي قاعده نشوفوا فيها. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى نعرجوا على قانون المنشور نتاع البنك المركزي، وهنا نطلب من الخيان باش يورونا المنشور نتاع البنك المركزي اللي اهم ما جاء فيه الصفحه اللي من بعدها، اللي اهم ما جاء فيه كونه دخلت في هو ساعة القرار هذا عنده صبغه مش صبغه تنفيذيه، معناتها توصي بتطبيق الواحد. هنا مجانا عملت الاشتراك في البطاقه البنكيه، هنا في حدود الرصيد باش يفهموا الناس، راهي الكارت بونكير اللي تنجم ما تنجمش تجبد بها في الروج، عطيها لك مجانيه. ونحن معناتها القرار ما عندوش معنى بالنسبه لنا. علاش؟ خاطر كي يعطيك الكارتة انت باش تجبد فلوس، كي يخرجك فلوس باش ياخذ عليها فلوس، مش عامل عليها مزيه. دونك وبالتالي لازم الكارت تكون بلاش اساسا، مش كيما هنا في حدود الرصيد. هنا زاد كيف كيف الحاجه الوحيده اللي نثمنوها كونها 3000 هي ليزاجيو نتاع الكونت اللي كانت قبل في حدود 10 15 دينار الا وانت ماك. لكن وين القرار نتاع الحسابات المجمده؟ وين القرار نتاع تاريخ الفاعليه نتاع قروض الاستهلاك اللي هي شطط كبير فيها ينحي لي القرض الاستهلاك قبل ما تصب شهريتي؟ وهذا انا خذيت قرض استهلاك على شهريتي، علاش ينحي لي الفلوس قبل ما تصب يخرجني في الروج وينحي لي زنتيري نتاع الروج هذاك؟ هذا كله وين؟ وين القروض المشطه اللي قاعدين نشوفوا فيها؟ وهنا نرجع ونطالب السيد رئيس الجمهوريه بفتح تحقيق في القروض المشطه اللي هي ملي قداش فيها رئيس الجمهوريه الناس الكل طالبوا فيه؟ اي بالطبع عند شكون باش يشكيونا؟ عندك بنك سنترال ما سمعتنيش، عندك سولات لا بنك سنترال ما عندكش سولات كامله، 37000 قرض مشط حصلت محكمه المحاسبات. عفوا كمل جمله، ثم سيركولير ربي يفضلك، ثم دي سيركولير كيما مثلا حكايه هل لي كونت المجمدين هذوما الحسابات المجمده مش يطبق، اي مش يطبق رغم انه ثم سيركولير نتاع البنك سنترال، لكن ما في القضاء مش في القضاء للاسف ما يعتبروش انه هذه سيركولير مصدر القانون. شكون باش يشكي اذا كان ثم سيركولير معمول ما احترموش القانون؟ الساده القضاة لازم يطبقوا القانون. هاو قاعدين نشوفوا في هرسله كبيره، نطلبوا منهم ان يطبقوا القانون. هاو شوفوا في هرسله كبيره للناس اللي عندها حسابات مجمده ويطلبوا عليهم في 6 7 ملايين وقاعدين ياخذوا عليهم. موافقك سي لطفي، وموافقك سي لطفي. نرجعوا للقروض اللي فيها شطط كبير، 37000 قرض مشط حصاته محكمه المحاسبات بتعرف نقول في ظرف عام برك، تطبيق القانون فيها مطلب اكيد ومتاكد كيما الحسابات المجمده. هذا كله وين موجود المستهلك في هالتلاعب بحقه. وصلت الرسالة، يعطيك الصحة وشكرا على المجهود سي لطفي.
سي بلال خرجت صرت نشاط في السيبكس، نشاهدوا مع بعضنا قبل ما نقول لكم احنا موعدنا ان شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. نعم. شكرا سي بلال، مدام نجلة، مدام أماني، سي لطفي، شكرا. نور الهدى مرحبا بك، وسي سمير بشوير مرحبا بكم. نستدعاكم مشاهدة المجهود هذا زميلنا بلال بين الفصلين. انتظمت يوم الثلاثاء 6 فيفدي 2024 ندوة صحفية بدار المصدر، تم خلالها تقديم البرنامج الترويجي وأبرز مشاريع مركز النهوض بالصادرات لسنة 2024. وفي هذا السياق تحدث السيد مراد بن حسين عن أهم المحاور لبرنامج 2024 والدول المستهدفة لتنمية الصادرات التونسية والأرقام التي سجلت في 2023. بالنسبة لسنة 2024 ثم بطبيعة الحال المشاركة في التونسية في المعارض والصالونات الدولية، ثم اللقاءات الترويجية هي بالأساس لقاءات مهنية ومشاركات نتاع رجال أعمال أو في الخارج أو دعوة موردين إلى تونس، ثم العمليات الإعلامية والتكوينية والتدريبية على غرار صباحية التصدير لماتينال دو ليكسبور اللي هو ثم برنامج ثري خلال 2024، وباش يكون حتى برنامج عقد لقاءات صباحية التصدير في الجهات. عن العديد كذلك من المشاريع والبرامج المجددة من ضمنها عملية تقييم المشاركة التونسية في المعارض وكذلك اللقاءات المهنية. عنا كذلك التحضيرات للتظاهرة العالمية إكسبو أوساكا 2025 اللي باش تكون في اليابان خلال الفترة أفريل أكتوبر 2025. احنا خلال 2024 إن شاء الله باش يكون عنا يوم 2 و3 جويلية 2024 المشاركة في أهم حدث باش ينظمه المركز بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اللي هو اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية باش نكون في الدورة الثالثة نتاعو. بالنسبة ل 2023 حققنا عائدات الصادرات كانت في حدود 62 مليار دينار، زيادة بنسبة 7.9% مقارنة بسنة 2022 واللي هي كانت سنة كذلك طيبة خاطر ثم تحسن مقارنة بالسنة اللي قبلها. 89 وجهة تصديرية عائدات الصادرات ارتفعت فيها تقريبا في كل المناطق، في أوروبا الشمالية، أوروبا الجنوبية، في إفريقيا، في أمريكا الشمالية الصادرات نتاعنا تطورت. كذلك إذا كان نركزوا على الدول العلاقات الثنائية، أهم الدول اللي ارتفعت فيها صادراتنا بالأساس إيطاليا، تليها فرنسا، ثم ألمانيا، ثم إسبانيا، ثم الولايات المتحدة. من جانبه ثمن السيد سامي حسان الدورة الثالثة لتظاهرة اللقاءات التونسية الإفريقية التي ستنعقد يومي 2 و3 جويلية 2024. الدورة الثالثة لتظاهرة اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية تونيزيا أفريكا بيزنس ميتينج باش تكون يعني يومي 2 و3 جويلية 2024. نذكروا أنه الدورة الأولى لهذه التظاهرة انتظمت سنة 2020 بصفة افتراضية، والدورة الثانية كانت سنة 2022 وسجلت نتائج إيجابية بمشاركة أكثر من 80 مؤسسة من 17 دولة إفريقية وأكثر من 200 شركة تونسية مصدرة. دورة سنة 2024 باش تكون يعني تهدف لمشاركة أكثر من 150 رجل أعمال من أفريقيا، من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وأكثر من 300 شركة تونسية مصدرة، وباش تكون يعني هناك يعني شريك مميز في تنظيم هذه التظاهرة اللي هو برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية التابع لمؤسسة دولية الإسلامية لتمويل التجارة. أما السيد محمد السلامي فقد أشار إلى العمليات الترويجية والاستكشافية بالخارج التي بلغت 45 عملية. هو سنة 2024 الحقيقة هو سنة نجم نقوله سنة امتياز، لأنه سنة برمجنا 45 عملية ترويجية وتعريفية واستكشافية بالخارج. ال 45 عملية هذه تتقسم على
تنظيم بعثات رجال أعمال وأيام تجارية بالخارج فيها تقريبا 32 عملية تعريفية. عندنا 12 دعوة موردين ومشترين من الخارج إلى تونس، من هنا نضموا لهم لقاءات مهنية وزيارة ميدانية للمؤسسات التونسية ونعملوا لهم لقاءات مع المؤسسات التونسية حسب القطاعات وحسب الاهتمام كل شركات. وعندنا عملية خصوصية اللي هي اللقاءات المهنية الثنائية الإفريقية التونسية الطيابية. العمليات هذه تستهدف 10 قطاعات، منها 7 قطاعات اللي هما قطاعات تقليدية نشتغلوا عليها معناها السنوات الماضية، ولكن عندنا 3 قطاعات جديدة اللي هي المنتوجات الطبيعية والبيولوجية اللي هي الشركات الناشئة، تكنولوجيا الاتصال، وكذلك الطاقات المتجددة.